دعونا نتعرف على فاطمة وزياد. ففاطمة تحب الحياة والنجاح وتحاول مساعدة الآخرين. كيف يمكنها المساعدة في ظل ظروفها الحالية؟ بدأت في عمل جديد شغلني عن الكثير من الأشياء التي أحبها، فأنا أتلهف للعمل التطوعي لأنه يجعلني متحفزة لفعل المزيد. أما زياد فلديه مطعم صغير يعين به عائلته، لكن تقديمه الطعام لم يحل له مشكلته. مشكلتي هي السيولة، أريد بعض المال لتوسيع المحل وتوظيف عامل آخر. كيف لي أن أحصل على قرض بسيط؟ برنامج كيفا الشباب العربي هو لكل من لديه قصة مثل فاطمة وزياد، فكل ما على فاطمة أن تقوم به هو زيارة الموقع الإلكتروني والمشاركة بتقديم 25 دولاراً أو أكثر، وبذلك يتيح هذا الموقع فرصة لزياد تساعده على تحسين ظروفه. أصبح بإمكاني الآن تحقيق ما أريده وتسديد القرض. هذا رائع، قد أودع زياد ما أقرضته ويمكنني استرجاعه الآن أو مساعدة شخص آخر أو حتى التبرع به. والشيء المميز أن الإقراض عبر الإنترنت ليس مجرد تبرع، إنما فرصة لملامسة التغيير في حياة الآخرين. إنه مفهوم جديد ينمي العمل الاجتماعي ويعزز روح المشاركة بين العرب. إنه مجتمع كيفا الشباب العربي. هذا هو الحل الأمثل. قم بزيارة موقعنا www.kiva.org/arabyouth.